ينضم إلينا من عمان محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية، إذا القرارات كانت وفق المتوقع من الفيدرالي الأمريكي، لاحظنا تذبذبات بالأمس الارتفاع في مؤشر الدولار وأيضا دخوله في حالة من الاستقرار، ما هي التوقعات في ظل هذه المعطيات والبيانات جميعها؟ صباح الخير. بالفعل كما تفضلت، ارتفع الدولار الأمريكي مباشرة بعد قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والذي قام فيه بمضاعفة وتيرة تقليص التحفيزات الاقتصادية التي يقدمها. فسابقا كان الفدرالي قد أعلن بأنه سيسحب من تحفيزاته 15 مليار دولار شهريا، لكن اعتبارا من الشهر المقبل كانون الثاني سيبدأ بسحب 30 مليار دولار شهريا، وهذا مع الأنباء عن ارتفاع التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.8%، والأسواق المالية تفاعلت بقوة مع هذه القرارات. لكن بعد ذلك عاود الدولار ليشهد بعض الانخفاض، وذلك لأن الفدرالي الأمريكي ألمح في المؤتمر الصحفي بأن رفع الفائدة سيبدأ بعد أن يتم إيقاف برامج شراء الأصول، وهذا ما يمنحنا عدة أشهر من أسعار فائدة متدنية بالبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ولذلك نلاحظ بأن الدولار بعد ارتفاعه عاود الانخفاض قليلا، واستقبلت الأسواق المالية هذه الأنباء بإيجابية كبيرة، وارتفعت أسواق الأسهم، مما أيضا قلص الطلب على الدولار، مما تسبب في القليل من الانخفاض، طبعا مع انتظارنا لمزيد من قرارات البنوك المركزية هذا اليوم لاحقا، والتي سيكون منها البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا المركزي، والتي قد يكون لها أيضا تأثير ملموس على الأسواق المالية. نعم، هل من المتوقع أن يذهب المركزي الأوروبي وأيضا بنك إنجلترا على حذو الفيدرالي الأمريكي؟ هل جرت العادة بأن يتم هنالك يعني متابعة بذات القرارات تقريبا، تحديدا فيما يتعلق بتجديد السياسة النقدية؟ الآن بالنسبة لبريطانيا، ارتفع التضخم على نحو مفاجئ ولمستويات أعلى من 5%، وهذا ما يتركنا أمام توقعات بأن يتوجه بنك إنجلترا المركزي بالإشارة لسياسة تشديد نقدي، وهذا يعني إن لم يرفع الفائدة هذا اليوم فعلى الأرجح الشهر المقبل مع بداية العام الجديد قد يقوم برفع الفائدة فعليا، فالتضخم ارتفاعه أصبح مطلقا جدا بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي، والشيء الوحيد الذي قد يمنعه من رفع الفائدة هو مخاوف انتشار فيروس أوميكرون. فعلى ما يبدو بعض البنوك المركزية ورؤسائها والأعضاء فيها بحاجة لمزيد من الإيضاحات حول تأثير انتشار هذه السلالة الجديدة من الفيروس على الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات. لكن على الأقصى تقدير، الشهر المقبل من المرجح أن يقوم بنك إنجلترا المركزي برفع الفائدة. أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فآخر تصريحات لكريستين لاغارد أشارت بأن التضخم ربما سيعود للانخفاض خلال العام المقبل 2022، وهذا ما يجعلني أعتقد بأن البنك المركزي الأوروبي قد يثبت أسعار الفائدة هذا اليوم. لكن في نفس الوقت قد يكون هنالك حديث حول برامج شراء الأصول والتحفيزات الأخرى من إن كان البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا المركزي. نعم، ماذا عن العملات الأسيوية؟ كيف اختفت أثر يعني القرارات الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي؟ كيف تأثرت إن كان إيجابا أو سلبا؟ الآن نلاحظ ارتفاع الدولار في الأسواق المالية، خاصة أمام بعض العملات مثل الين الياباني الذي يتداول عند 114 ين للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك تجاوب اليوان الصيني مع قرار الفدرالي الأمريكي، رغم أن اليوان ما زال يتداول ضمن نطاقاته المألوفة عند 6.3 يوان للدولار الأمريكي الواحد. لكن في نفس الوقت شهد اليوان القليل من الضعف أمام الدولار، طبعا مع توقعات توجه الفدرالي لمزيد من التقليصات في التحفيز. والين الياباني أيضا الذي وصل إلى 114 ين للدولار الأمريكي الواحد، فهذا كله يدلنا بأن العملات الأسيوية تأثرت فعليا في قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وانخفضت أمام الدولار على مستوى تداولات جلسة آسيا لهذا اليوم. نعم، إذا ويأخذنا الحديث مباشرة للليرة التركية، يعني التي شهدت أيضا انتكاسة بالأمس بعد قرار الفدرالي الأمريكي، هل نتوقع المزيد من التراجعات في أداء الليرة التركية؟ الآن بالنسبة للليرة التركية التي وصلت إلى 15 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، وهي أدنى مستويات تاريخية للليرة التركية. هذا كله متعلق في توجهات البنك المركزي التركي والسياسات أيضا في تركيا.
فالتوجهات رغم ارتفاع التضخم إلى 21% في تركيا والبطالة في مستويات أعلى من 10%، لكن البنك المركزي التركي يستجيب للمطالبات السياسية في إبقاء الفائدة أو حتى تخفيضها. واقتصاديا نحن نعلم بأن ارتفاع التضخم يتطلب من البنك المركزي أن يقوم برفع الفائدة، لكن ما يحصل حاليا في تركيا النقيض تماما، حيث نلاحظ بأن البنك المركزي يتوجه لخفض الفائدة مما يبقي على الضعف على الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي والعديد من العملات. نعم، هي عوامل سياسية واقتصادية التي تؤثر على الليرة التركية. كنت معنا محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.